المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية خلال حرب أكتوبر وواحد من قادة النصر العظيم. المشير أحمد إسماعيل أحد أبرز شخصيات حرب أكتوبر واللي كان ليه دور في تحقيق النصر العظيم. اتولد أحمد إسماعيل علي في حي شبرا في القاهرة في 14 أكتوبر 1917، وكان والده ضابط شرطة وترقى حتى وصل إلى درجة مأمور ضواحي القاهرة. وبعد حصول أحمد إسماعيل على الثانوية العامة من مدرسة شبرا الثانوية، حاول الالتحاق بالكلية الحربية لكنه فشل، لأن الكلية وقتها كانت بتقتصر فقط على أولاد الطبقة الغنية. لكنه قرر بعدها أنه يلتحق بكلية التجارة سنة 1934، وكان وقتها في السنة الثانية، فقدم للكلية الحربية مرة تانية مع أنور السادات وتم رفض طلبهم لأنهم من عامة الشعب، لكنه أصر على التقديم للمرة الثالثة وتم قبوله، وكان زميلاً لأنور السادات وجمال عبد الناصر حتى تخرجه سنة 1938. بعد تخرجه برتبة ملازم تاني، التحق بسلاح المشاة وتم إرساله إلى منقباد ومنها إلى السودان، وبعدها سافر في بعثة تدريبية مع بعض الضباط المصريين والإنجليز إلى دير سفير بفلسطين سنة 1945، وكان ترتيبه الأول، واشترك في الحرب العالمية الثانية من 1939 ل 1945 كضابط مخابرات في الصحراء الغربية، وشارك في حرب فلسطين سنة 1948 كقائد سرية. وحصل أحمد إسماعيل في سنة 1950 على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، وتعين مدرس في الكلية الحربية في الفترة ما بين 1950 ل 1953، وترقى لرتبة لواء. وبعد العدوان الثلاثي على مصر، تصدى للمعتدين بصفته قائد للواء الثالث في رفح، وكان أول من تسلم بورسعيد من بعد العدوان. وفي سنة 1957 التحق بكلية مازونزا السوفيتية، وعمل بعدها كبير معلمين بالكلية البحرية سنة 1959، وتولى قيادة الفرقة الثانية مشاة اللي أعاد تشكيلها ليكون أول تشكيل مقاتل في القوات المسلحة المصرية. وبعد حرب 1967 اختاروا الرئيس جمال عبد الناصر ليكون رئيساً لهيئة العمليات، وبعدها قائداً عاماً للجبهة. ومن إنجازات المشير أحمد إسماعيل إنه أعاد تنظيم القوات المسلحة بعد 1967، وأنشأ الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وتم تعيينه رئيساً لأركان الجيش المصري في مارس 1969. وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تم تعيينه رئيساً لجهاز المخابرات العامة في مايو 1971، وبعدها تولى منصب وزيراً للحربية وقائداً للقوات في أكتوبر 1972. وكان للمشير أحمد إسماعيل دور معنوي وقيادي كبير في حرب أكتوبر، وساهم في إنقاذ الجبهة المصرية من الانهيار. وبعد قرار السادات بتطوير الهجوم شرقاً وتوغل القوات المصرية في سيناء لتخفيف الضغط على الجبهة السورية، تولى إسماعيل قيادة هيئة الأركان بنفسه، وعاونه المشير محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. ونجح أحمد إسماعيل في الحفاظ على وحدة الصف بين القادة، وانصاع في الوقت نفسه إلى تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتقديراً لدوره في حرب أكتوبر 1973، منح الرئيس السادات رتبة المشير سنة 1974، وفي 26 إبريل 1974 تم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء، إضافة إلى منصبه السابق وزيراً للحربية. وحصل المشير أحمد إسماعيل على عدد من الجوائز والأوسمة، منها وسام التحرير سنة 1952، ووسام الجيش الشعبي اليوغوسلافي سنة 1956، ووسام نجمة الشرق سنة 1973، ووسام الشرف العسكري من رتبة فارس من سوريا سنة 1974، ووسام نجمة الشرف من منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1974، وحصل على العديد من الأنواط. المشير أحمد إسماعيل مصري أصيل وبطل من أبطال نصر أكتوبر المجيد.